مساء الخير عليكم. صفحة جديدة من كان يا مكان نغوص بيها بين الواقع والخيال، ويا ضيف حلقة اليوم النجم رزاق أحمد. مساء الخير. مساء الأنوار حبيبي. حبيبي أنا سعيد إنه هاي أول مرة نتحاور بيها. إن شاء الله إن شاء الله تكون حلقة حلوة. إن شاء الله. أنا من جهتك من الاتصال مالتك. شلونك؟ يعني أول ما اتصلت وياي سمعت نبرة صوتك وكذا بين اللقاء راح يصير مشدود. ايوه راح تبوك من عندي هوايه ان شاء الله. احنا بدايه كل حلقه نختار شخصيه خياليه لكل ضيف، وعلى اساس هاي الشخصيه راح يكون حوارنا. خلينا نشوف من خلال هذا التقرير منو اخترنا لك. كان يا مكان بأحد الأماكن والأزمان، ومن بيت بسيط يسود الأمان، شاب بسيط بداخله فنان، وبموهبة كبيرة تنتظر إطلاقها العنان. رزاق ذكي يعرف يقيس مهاراته صح، وهذا اللي نقله من كومبارس لنجم أول. ولأنك ذكي مبتكر وطموح اخترنا لك القط ذو الحذاء.
هذا ساكت بالعكس. بس الأضواء مضرة يعني، الفنان يا دوب يستحملها. زين أوكي زين، هي ما زوجتي ما طلعوا على المول شايفيها العالم يعني، ما رحوا على السوبر ماركت يعني، ما طلعوا بالشارع عليها خلص، بس في العالم شايفيها. صار بينكم قاعدة نقاش إنه إحنا نعرض له أو لا؟ أنا وزوجتي طبعًا هي ما قبلت. ما قبلت بس هي ما تدري أنا صورتها بالفيديو ونزلتها. نزلتها قصد مقصود بها أول شيء، لأن طلعت دعاية كبيرة إنه يتهموا رزاق كذا، رزاق عنده علاقة ويا فلانة، متزوج فلان.
ومو شهادتي، هاي شهادة معجبيك والناس اللي تحبك اليوم.
كان هو ضحك والله روح ابوي قال لي قم 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 قال شنو التمثيل هذا؟ بعدني ما واصل لك قلت له استاذ الهواء مال ايدك صعقني